الأصل يقول بعض السادة يقولون إنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كانوا كذلك فمن هم ومن ينتسبون إليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. الناس مصدقون في أنسابهم، والطعن في الأنساب يعتبر من الكبائر، فقد جاء في صحيح مسلم الذي يظهر من حديث عبد الله بن مسعود: اثنتان في الناس هما بهما كفر أو بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وشاهدنا الاستسقاء بالنجوم، فإذا قال شخص إنه هاشمي، إذا قال شخص إنه هاشمي فلا يحل لك أن تطعن في نسبه وتقول أنت لست بهاشمي، لا يحل هذا، وإلا فأنت قد طعنت في نسبه. وما قيل إن الحسن والحسين لم يخلفا أحدا، وأن يعني واستدلوا بهذا، استدلوا بماذا؟ بقول الله عز وجل يعني أو أنهما لا ينتسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتسبا واستدلوا بقول الله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شاهدنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا ينبغي أن ينظر، وهو أنهم ادعوا أن زيد بن حارثة هو ابن محمد، فأنزل الله هذه الآية. وأما الحسن والحسين فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهما ولدا، قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا أيضا قال في الحسين نحو هذا. ثم بعد ذلك يعني أقصد ما يقال، نحن الآن إخواني في الله أصحاب سنة، نحن أصحاب سنة، لسنا أصحاب ثورة ولا أصحاب انزلاق ولا أصحاب مبدأ يهمنا أن يمشي ولو بالمغالطة، لا يا إخواننا، أصحاب حق وفي جانب الحق، في جانب الحق. أهل بيت النبوة ينبغي أن تعرف لهم منزلتهم، من كان مستقيما منهم صالحا بقي أينفعه هذا النسب، وقد أصبح شيوعيا أو أصبح بعثيا أو أصبح ناصريا أو أصبح ماذا يا إخواننا قبوريا أو أصبح مرتشيا يختلس أموال الناس أو أصبح بارك الله فيكم عاكفا على آلات الله والطرف أو أصبح خمارا أو أصبح مشعوذا، أينفعه هذا النسب؟ لا ينفعه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاكيا عن نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا فاطمة أنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالمسألة
نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له كرامته وفضله، لكن لمن كان مستقيما. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال في نساء النبي في قوله يضاعف لها العذاب ضعفين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم، فالمسألة استقامة، ومن استقام من أهل بيت النبوة فينبغي أن يعرف له فضله. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري، والأول الذي هو أذكركم الله في أهل بيتي في صحيح مسلم